فاهم؟ كيف يا حياتي؟ لا مش معقول. لا عم دق لك. هلا منيح لي لقيته مسكر. صوتك هيدا. لا فظيعة. بليز كول 0444400. لا رهيبة. ويلكم تو ام تي في. حلوة. عادل اسألها. كعنصر مؤنث. هلا مش عارف هلا 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 اسألها. هلا انت شي مرة روقوا شوي، بديش دغري. فاهم؟ انت بتعملي دروبة هيك بأصحابك أو دقوا لك مثلا بتعملي هيدا الضرب؟ أنا كنت أعمل دروبة. لا إنه هيدا الشيء بين أصحابك بين إيه أصحابك. كنت أعملها مع الصحافة كمان. عن جد؟ إيه من زمان ما كان يكون مثلا. اسألها عادل عادل اسألها بشرفك. شو؟ سألني. طيب رح اسألها. الشباب مصرين عم بيسأل من أول ما عرفوا إنه أنت رح تيجي لعندنا اليوم وتكوني ضيفتنا إنه بليز اسأل باميلا. إنه شفناكي آخر شيء بمسلسل الحب الحقيقي برمضان. الشباب حابين يعرفوا انه كم بوسة عملتي بالتنكة؟ كم بوسة عملت بالتنكة؟ هلا انا من الممثلات اللي صار ينقال عنهم جريئات. ما بعرف هيدا التيرم جريء، انه انت ممثل وانت بتعرف انه نحن لننقل الواقع، يعني ما بعد عنا بنحكي عن بوسة وعن قبلة، رغم انه بتعرفي انه بالستينات والسبعينات كانوا كتير يستعملوا في تبويس وفي أكثر من هيك. ما كان عنا هالعقد قبل، لأنه هو أصلاً منه شيء غلط، يعني طالما عم بتشوف اثنين تزوجوا وتاني نهار يعني معقول لحهم البس هيك إيدين بعض بده يكون في شيء ريل، وهيدا الدراما اللي نحنا منحبها، دراما الغرب. فعم نجرب نحنا ما نقلد الغرب بس نجيب اللي نحنا ببيوتنا اللبنانية بنعمله 100%. شو بدك؟ بدك تعمل المشهد أنت وباميلا؟ سألها بالمسلسل القادم. بالمسلسل الجاي إن شاء الله. إذا بيخدم المشهدية إيه؟ أنا وشادي منمرن. بتمرنوا شو؟ تبويس. تعملوا كوتشية للتمثيل بتمرنوا تبويس؟ عنا جيم. في بوزيشن لشفاف معي. قلك تعدل مو أم بيزو. أم بيزو. بس ما تدق بالتان. كم لي كارداشيون. كنت رح بوسك اثنين بعدني جاي من فرنسا. اه والله؟ بس تذكرت اني جو سوي ليبانيز، ليه تعطيته؟ تي فا بيان يا حبيبتي كيفي؟ كنت حفظها انا. تي فا بيان؟ ايه جو في بيان. شو؟ حلوين القزيز. والمامي منيحة بتسلم عليكي؟ يا تقبرني امك، كيف الوالدين؟ منيحة. الفا بيان؟ الفا بيان. اشتقت لها على شفة قهوة. ايه. بالفعل يا. تحية لمدام سرية شليطة قوي رهيبة. ماي ألتر إيجو. أنت مبسوطة هلا بالدايت اللي عملتيه؟ لأنه ما بقى في اسمع حدا عم بيقول لي ضعفانة. في معنا كمان صبية هلا ناقفة صحتها اسمها أديل، رغم إنه عم تطلب من وقت لوقت جانك فود، بس إنه لو طلبت جانك فود ما بتطلب شو ما كان. على الدايت اللي عم تعمليه صايره توب موديل. عم بيعمل انا ما عملت دايت، انا لاني ما عملت دايت ضعفت. إيه؟ لو كنت عم بحسب الكالوري انا كل شيء باكله مش دايت وبشرب ومش دايت. أوكي. مش هيك هلا عم بضعف، لا مش هي.